الان بعد السنوات من العطاء تم التكريم ديالك وكعرفان لكل مجهوداتك في هذا المجال، شو الكلام اللي ممكن تتكلم عنه؟ واولا تنشكر جميع الاساتذه الجدد على هذه البادره طيبه جدا، ان في التكريم اعتراف بالعمل اللي قاموا به اساتذه اللي سبقوا قدماء اللي كانوا هنا على صعيد المديريه، كتسمى النيابه عن الشق، نيابه الحي الحسني، اعتراف لهم اعتراف باي شيء، هو اعتراف بتضحيات بذلوها في سبيل تدريس المادة بالمغرب. أقول تضحيات لماذا؟ لأن ما قام به هؤلاء الأساتذة، وكنت كان لي الشرف آنذاك أن كنت مكلفا بمهام التفتيش، كنت أشرف على العمل المجموعة، العمل الذي قام به هؤلاء لم يكن عمل تنفيذ لبرامج مقررات او توجيهات، اكثر من هذا كان عمل تاسيسي، عمل بناء وتاسيس لتدريس ماده الفلسفه، يعني وضع اسس ديداكتيك ماده الفلسفه المغرب وضعت على يد هؤلاء الاساتذه، هم الذين قاموا بهذا، كيفية تدريس المادة، كيفية تعليم مادة الفلسفة، هم الذين قاموا بهذا العمل، كيف في شكل عروض، بحوث قيمة مستوفية لمختلف المعايير العلمية التي يتطلبها أي بحث علمي، فأسسوا فعلا ديداكتيك مادة الفلسفة. هذا مجهود جبار لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على أنفسهم، لم يتم تكوينهم بشكل مؤسسي أو مؤسساتي، بل هم الذين كونوا أنفسهم من خلال الاطلاع على مجموعة من المراجع الأجنبية الفرنسية والإنجليزية وتجارب دولية، ولم يقتصر عملهم على النقل الحرفي أبدا، بل كانوا يستلهمون عناصر كثيرة من أعمال من تجارب دولية ويعملون على ملائمتها مع خصوصية التعليم بالمغرب. هنا تكمن خصوصية التضحيات التي قاموا بها، جهودات كبيرة، ومن هنا تأتي أهمية الاعتراف. ولذلك أعيد من جديد الشكر للأساتذة الجدد الذين قاموا بالمبادرة، لان فيها كما قلت اعتراف. اذا كان الجيل ديالكم جيل التاسيس، شنو ممكن نقولوا على الجيل هذا الان؟ جيل كننتظر منه كل خير، لانه مادام قام بعمليه الوصل، وصل ما بين القديم والجديد، فمعنى هذا انه ان شاء الله ستكون هذه المبادره منطلق لترجمه وتجسيد هذا الوصال. نعم، في ظل هذه العلوم البحثية الدقيقة الآن، هل ما زالت مادة الفلسفة تغري بالتدريس وأيضا بالتعلم أيضا؟ تغري ما أظن. لماذا؟ لأن غالبية المواد التي يتوجه إليها التلاميذ والطلبة هي مواد توجهها أغراض براغماتية نفعية، فلذلك تجدون في أغلب المؤسسات أقسام الشعب العلمية أكثر عدد من الأقسام الأدبية، ولكن مع ذلك يستحيل أن يتخلى المرء وأن نبخس قيمة هذه المادة الفلسفة. لماذا؟
هذا، لأن الفلسفة، الفلسفة لا تقدم للمتلقي معرفة، هي لا تنتج معرفة. الفيزياء تنتج معرفة، الرياضة تنتج معرفة. حينما أقول للمتعلم مثلا إن الجسم أو الأجسام تسقط لأن هناك جاذبية، أقدم له معرفة. والموضوع هنا موضوع الظاهرة طبيعية. في الفلسفة ليس هناك مواضيع، ليس هناك معرفة نقدمها، ولكن تكمن أهميتها وجدها وضرورتها في ماذا؟ في أن ما نقدمه من معارف يحتاج إلى مسافة نتخذها إزاء تلك المعارف لكي نفحصها بعقل يقظ، ننتقدها، ندرسها من جميع جوانبها، كذا نتأمل فيها، نتأمل فيها. وهذا ليس غريب عنا، ورثناه نحن من تاريخنا لا الديني ولا الثقافي. فتاريخنا الديني حافل، القرآن الكريم حافل بدعوات كثيرة للتأمل في الكون، تأمل كذا، وتأمل في الإنسان، في فمن هنا تأتي أهمية التفكير الفلسفي. فالإغراء ليس هناك ما يغري، لأن المسألة لأن في تدريسها ليس هناك بعد نفعي، كما هو مثلا بالنسبة للرياضيات أو العلمية مثلا أو الطب أو كذا. ولكن هذا لا يحول دون التأكيد على أهميتها وقيمتها، نحن بحاجة إليها كيفما كان الحال، بمعنى لأنها بها نقيم مسافة بيننا وبين الأشياء. مثلا حتى الطبيب أو المهندس بحاجة إلى الفلسفة. لماذا؟ مثلا عالم فيزياء بحاجة يطرح أسئلة حول هل الحق كمثال، هل الحقيقة العلمية الفيزيائية مطلقة أم نسبية؟ هل التجربة التي أقوم بها هي نفسها التجربة التي نعيشها، التجربة المعيشة؟ وهكذا أسئلة تطرح من داخل العلوم، وهي أسئلة فلسفية.